مساء الخير أصدقائي الفنانين، النهاردة إن شاء الله هنتعلم درس تابع لدرس تعليم رسم الشعر اللي فات. إحنا كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات إزاي ترسم الشعر، وأخدنا على لمحة بسيطة يعني إزاي تعمل الظل والنور في الشعر. المرة دي هنرسم إزاي تعمل تفاصيل في الشعر، يعني ممكن النهاردة هنرسم الشعر مضفر وهنرسمه كمان بشكل تاني الشعر ملولو. فتابعوا الدرس وانتظرونا في كذا درس تاني لتعليم رسم الشعر، لأن الشعر بيكون بكذا شكل، فإن شاء الله هنحاول نرسم يعني كمية أشكال من الشعر، تمام؟ بس الفيديوهات اللي جاية هتكون عن حاجات تانية، يعني لحد الآن خدنا درسين عن الشعر، الدرس ده واللي فات. تابعوا الفيديو للآخر علشان تعرفوا إزاي ترسموا شعر الفتاة مضفر أو شعر البنت مضفر أو شعر يكون ملولو كده. إذا عجبكم الفيديو ده أو أي فيديو في القناة أو القناة بشكل عام، ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الزرار بتاع الجرس علشان خاطر لما نزل فيديو تاني يوصل لكم إن أنا نزلت فيديو. وما تنسوش تعملوا إعجاب بالفيديو وشيروا الفيديو لأصدقائكم علشان خاطر يوصل لهم الفيديو ويستفادوا من الدرس. يلا بينا نبدأ الدرس. طبعا الادوات المره دي اللي احنا هنستخدمها مختلفه عن المره اللي فاتت، يعني احنا مثلا هنستخدم قلم رصاص عادي ويستحسن يكون H9، وهنستخدم برضو تاني B8، ولو عندنا B10 او 12 هيبقى تمام زي الفل. ماشي B10 ماشي. وهنستخدم عارفين دينتو طبعا بتاعة الودان بتتباع في الصيدلية. ماشي العلبة كلها تقريبا تعمل لها زي 5-6 جنيه، أنا حاجة بسيطة خالص. ماشي المرة اللي فاتت احنا خدنا نبذة بسيطة في الفيديو اللي فات عن الرسم رسم الشعر. المرة دي هنتكلم عن ازاي ترسم الشعر بتفاصيل شوية، يعني ازاي اعمل الشعر مضفر مثلا. تمام نبدأ الدرس. أعمل منحنيات بالشكل ده. تمام كل ما أحب أرفع أصغر الخط بتاع المنحنى بالشكل ده. تمام بعد كده هعمل دايرة كده. تمام وهنا ممكن افتح دي بالشكل ده كده واسيبها مفتوحه. وبعد ما اعمل
المنحنيات بتاعتي بالشكل ده، هشوف لم يكون مثلا بي 10 زاهي، تمام، وابدأ اظلل شغلي. وزي ما احنا اتعلمنا ان لازم يكون في لمعان في الرسم، لازم يكون في لمعان في الشعر، انا اسف. احاول يا شباب ان انا اخلي وانا في بدايه الخط من هنا يبقى زاهي ويطلع على مفيش من الناحيتين، علشان خاطر يديني اللمعان اللي في النص زي كده، يعني بحيث ان يديني حاجه من الواقعيه. نحاول ناخد بالنا من حتة مهمة، ان ما يكونش الحدود ازهى من اللون بتاع الجسم نفسه. يعني هديكم مثال برضو دي علشان خاطر حتة الواقعية، كمثال يعني ما ينفعش اخلي دي كده زاهية وهنا ضعيف وبين ان ده حدود، ما ينفعش، المفروض يكون الاتنين في نفس المستوى كده يدينا واقعية اكتر. ونحاول نخلي كل ما كانت الحاجة من تحت كل ما كانت أغمق، يعني اللون يبقى الدرجة بتاعته غامقة شوية.
تمام. دي هنا طريقة، هعلمكم الطريقة التانية بس أزهي على التفاصيل اللي هنا اللي هتبين لي إن الواقعية شوية. دي طريقة دي أول طريقة، في كذا طريقة تانية هنشتغل بيها برضو هوريها لك. نحاول ناخد بالنا يا شباب من الزوايا اللي هي كده، طبعا دي طالعة من تحت دي فلازم تكون الدرجة بتاعتها يعني زاهية شوية أو غامقة شوية أو الظل فيها أكتر زي كده، وما نخليش زي ما انا قلت لكم ان في الحدود وازهم من الشغل. يعني شايفين الخط كده مش مدين واقعيه وكانه خط عادي، فانا اموت الخط بالشكل ده بس ما ينفعش اموته من هنا لان هنا ده كده شويه الشعر دول فيموت على اللي تحت على طول، لان كل ما هو تحت كل ما هو غامق كده يعني، وكأنه الشعر طالع من تحت دي. نفس النظام دي برضو شايفين فاتحة ما ينفعش، تمام، يبقى غامق من هنا كده بالشكل ده. وعايزكم تاخدوا بالكم من حتة مهمة، ان انت مش لما خلصت الرسمة او الصورة بتاعتك فانت خلاص انتهيت منها، لا، انت قعد شوف الصورة، راجع الصورة بتاعتك فيها مشاكل، فيها غلطات، فيها ملاحيظ، ولا خلاص كده يعني راجع مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة مفيش مشاكل عادي. اهم شيء ان الشغل بتاعك يطلع بشكل مظبوط، لكن مش يعني ما تتسرعش علشان تنشر على الفيس او تنشر على مش هو ده الصح، لان انت لما بتتسرع ودي المشكلة دي يعني اغلب الناس المبتدئين يعني بيدخلوا فيها لان بيكونوا فرحانين بالرسمة بتاعتهم بدون ما يلاحظوا ايه المشاكل ايه العيوب ويروحوا مصورين وناشرين، يجي واحد بقى يروح مديله تعليق سلبي يحطمه من البداية، فانت راجع شغلك عشان محدش يدي لك تعليق يحطمه، انت مش هتخسر حاجة لما تراجع الشغل بتاعك. كده انتهينا من رسمة الشعر بالشكل ده. Thank you.
بعد كده زي ما احنا قلنا ان اللي تحت غامق، تمام كده. يعني انا هبدأ لكم من تحت عشان تبقوا واخدين بالكم. تمام، وهنا برضو غامق لأن من تحت. افتح من اللي تحت. Thank you.
كده نبقى رسمنا النوع الثاني من رسم الشعر. ده الدرس الثاني من رسم الشعر، وان شاء الله يكون في دروس تانية عن رسم الشعر، لان رسم الشعر في منه كذا نوع وكذا شكل وكذا طريقة مختلفة. تمام، اذا الفيديو ده عجبك ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وما تنساش تعمل اعجاب للفيديو وشيره علشان كل زمايلك يشوفوا الفيديو. وشكرا ليكم، واستنونا في درس تاني جديد، وان شاء الله هيكون في دروس كتير على قناة تعليم الرسم رسامين، وبالتوفيق ان شاء الله. لو في اي مشكلة او اي استفسار اكتب لي في التعليقات وانا هشوفها. شكرا ليكم، وانتظرونا في درس تاني جديد.